هلا لما نيجي احنا هون هي عندي الجنكشن مره ثانيه وخلينا احط هون تي جنكشن او تي جي. تي جي اللي هي درجه حراره الجنكشن من الجنكشن للكيس. هاي بقدرش اعمل فيها شيء. هل بقدر انا ادخل في داخل الترانزستور وانزل الثيرمال ريزيستنس بين الجنكشن والكيس؟ انا ما بقدرش افتح الترانزستور واشتغل. اذا هاي راح اضلها نفسها اللي هي ار جنكشن كيس، وهاي من الداتا شيت بجيبها. هلا اذا انا ما حطيت هيت سينك على هذا الترانزستور حتى ينتقل من الكيس للامبيانت في له مقاومه كمان، مش انستنتينس يعني مش مباشره مش زيرو. اذا حتى ينتقل للامبيانت لدرجه حراره الغرفه من الكيس، هاي الكيس عارفين شو الكيس يعني؟ الكيس اللي محطوط فيه الترانزستور هون كيس للامبيانت. هلا الامبيانت درجه حراره معطاه وانا ما بقدر فعليا اغيرها من ناحيه واقعيه، ما بقدرش اغير الامبيانت، صعب اني اغير الامبيانت. ممكن هلا اجي ادفي الغرفه او ارفع الغرفه، فالامبيانت عندي موجوده. انا بدي انزل درجه حراره الجنكشن، شو الطريقه اللي بقدر انزل فيها درجه حراره الجنكشن؟ طريقتين، ايش هم؟ قل التيار مش يا اما بنزل درجه حراره الامبيانت اذا هذا بالامكان عندي، او ايش بدي اضطر اعمل؟ اغير مقاومه. هاي المقاومه بقدر اغيرها؟ لا لانها جاي من ترانزستور. اذا شو ضل بقدر اغير؟ هاي المقاومه. بس هاي المقاومه كيف بدي اغيرها؟ بقدرش احط، اذا حط ما لهاش معنى اني احط شيء ان سيريز معها. فاحنا فعليا لما نيجي مثلا نفرض يجينا على هذا الترانزستور، هاي الكيس، مضبوط؟ مش هيك؟ ممكن عندي باكج، هاي باكج انا ناسي ايش اسمها، الباكج من هون. هلا هاي هذا كله هو الكيس، وهون عندي هاي القطعه المعدنيه هي اللي بعتمد عليها بشكل رئيسي حتى اتخلص. هذه عندي الكيس وهي الامبيانت. هلا انا لما بحط هيت سينك، اذا ركبت هيت سينك من هون، شوفوا شو اللي بصير فعليا. كاني اعطيت باث alternative باث. اذا هذه هون راح تكون ار سي اي وهذه ار هيت سينك، ماشي واضح؟ والا ما راح اقدر انزلها. كيف بدي انزل مقاومه؟ هاي المقاومه بقدرش اعمل فيها اي شيء. الطريقه الوحيده اني اركب مقاومه ثانيه عمليا ان بارلل معها. اذا حطيت مقاومه، اذا كانت مين هذا راح يصير الدوميننت في هذول الاثنين، الاكبر ولا الاصغر؟ الاصغر. لكن اذا حطيت مقاومات ان سيريز مين بيكون مور دوميننت؟ الاكبر. نفس الشيء بالحراره بالمقاومات الكهربائيه. اذا احنا الان راح نشوف يا اما بتزبط معي. هلا ممكن انت تعمل تشيك اولي، ممكن تلاقي انه ما في عندك مشكله لو حطيت شيت سينك قديش بتصير درجه الحراره، وممكن في بعض الاحيان تكون عندنا مشكله. خلينا ناخذ رقم. فصارت عندي هلا العلاقه راح تصير تي جنكشن ماينس تي امبيانت، هذا اللي هو الفرق في الجهد، على الباور فلو اللي هو الهيت، راح يساوي عندي مجموع المقاومات اللي هي يعني، او اذا بدك خلينا نحطها بهذا الشكل، نحطها بشكل احسن، هي ار ثيرمال توتال في الباور فلو. اوكي، هاي المعادله كاني ايش عم بقول؟ الفولتج، الفرق في الفولتج شو بيساوي؟ الريزيستنس في الكرنت، مش هيك؟ نفس الفكره او نفس المعادله، يعني هاي يقابلها في اومز لو عندي V1 ماينس V2 بتساوي R الكتريك في I. I اللي هي DQ او D تشارج، DQ مضبوط، DQ على DT، لكن هاي هي عباره عن DH على DT. هاي الهيت فلو وهاي التشارج فلو، اوكي؟ ماشي واضحه هاي المعادله؟ إذا هلا ممكن السؤال يجي يقول قديش لازم تكون درجة حرارة ال قديش لازم تكون المقاومة الحرارية حتى أوصل. هلا بي أنا وين بجيبها؟ وين بجيب بي؟ كيف بعرف بي؟ إيش هي بي؟ الهيت اللي بيطلع من الترانزستور من وين راح يجي؟ إيش سببه؟ لوسز سويتشنج لوسز. إذا بي هو البي سويتشنج اللي إحنا حسبناها طلعنا معادلة. اوكي؟ اذا تي احنا عارفين تي امبيانت معروفه، مش هيك؟ تي جنكشن من وين راح اجيبها؟ المطلوبه هاي من الداتا شيت. من الداتا شيت. اذا عندي انا تي جي معروفه وتي اي معروفه بتساوي بي معروفه اللي هي بي سويتشنج راح احط انا محلها هون. ار ثيرمال من ايش راح تكون مكون الان؟ ار سي اي. انا نفترض في البدايه ما فيش عندي هيت سينك، فراح تكون هاي زائد هاي، هذول وين بجيبهم؟ داتا شيت. كمان من الداتا شيت. اذا بصير عندي الان هاي راح تكون تي جي سي زائد تي عفوا ار جي سي زائد ار سي اي مضروب في الباور سويتشنج بروسس. هلا عادة اللي بكون في هاي الحالة هون، هاي معروفة وهاي معروفة وهاي معروفة والامبيانت معروف، رح يطلع معي شو الجنكشن تمبرتشر رح تتكون اذا ما استخدمت هيت سينك، مضبوط؟
اذا وجدت تي جي اعلى من تي جي ماكس اللي بعطيني اياها الداتا شيت، شو بدي اضطر اعمل؟ راح احط هيت سينك. اذا هذه هون without heat sink، هاي المعادله. هلا with heat sink شو راح تصير المعادله؟ راح تصير عندي تي جي ماينس تي اي بتساوي. هلا ار جي سي ما راح تتغير، انتبهوا هاي نقطه مهمه جدا. ار جي سي ما حد راح يغيرها، شو راح يتغير عندي؟ ار سي اي. هلا اذا بدك ار سي اي قرر مع ار هيت سينك، لكن من ناحيه واقعيه ايش راح تلاقي؟ انه ار اتش سي الهيت سينك اقل بكثير من ار سي اي، مين راح يكون دوميننت فيهم؟ ار اتش اس في تي سويتشنج. وهاي تقريبا هلا بعد تقريب راح تصير ار جي سي زائد ار هيت سينك مضروبه في تي سويتشنج. هلا هون ايش راح يطلع معي؟ انا عارف شو الجنكشن تمبرشر اللي ما بدي اتجاوزها، عارف الامبيانت، عارف ار جي سي، وعارف السويتشنج، شو راح يطلع معي؟ ار اتش اس اللي هي الهيت سينك المطلوبه حتى تحافظ على درجه الحراره. وقف، خلينا ناخذ الان مثال.